حبنا سنين وارضى على شوفك عطيشان حبنا سنين وارضى على شوفك. سوق أثري عمره أكثر من 90 عاما في محافظة بابل، اقتبس اسمه من كثرة النساء اللاتي كن يبعن الحطب فيه. وفي الوقت الحاضر تتواجد فيه الأشياء القديمة التي قد لا يعثر عليها في أماكن أخرى. انولدت أنا في سنة 57 في سوق الحطابات هنا، عرفت يابا؟ ها سوق الحطابات عمره أكثر من 90 سنة، وسمي بسوق الحطابات لأنه كانت النساء اللي بالأرياف تحطب، يعني تجيب السعف والكرب وتقعد هنا تبيع. وبالآونة الأخيرة صار بي السوق يبيعون بي غزل، صار هم حطب وهم غزل. وبعدين بقى هالشكل، كانت هذه السيافة كلها مال شلب، شلابات بيها مال تمن وهذا. فاحنا من كنا أطفال الحطابات قاعدات هنا النساء يبيعن حطب، ونجي ناخذ ما يسمى بالسبوس أو تراب الحنطة، ناخذ لأمهاتنا يخسلن به القدور والماعين، يعني هالشكل. فهذا عمره أكثر من 90 سنة ويعتبر مكان أثري. سوق أثري، الحاجات القديمة تلقاها موجودة به، من ناحية الملابس، من ناحية أثاث المطبخ والماعين، لأنه أكثر اللي بيعن به النساء، واللي يسموها الحطابات أكثر شيء نساء. فيما بيوت قديمة أيضا، بناء من زمن الإنجليز مثل ما يقولون، موجودة كتراث يما. وقريب عليه سوق مال مخضر، فالناس من تروح سوق المخضر تمر به أكيد، فشوف كل شيء به. وأحيانا واحد من يمر يباوع عن نسوان شو مخليات، شو حاطة غراض، شنو حاجة اللي تعجبه، أو أبو المصر مثلا فيتر يمر يا حاجة تعجبه بعمله، العدة ما العدة، يلقي مثلا شاكوش، يلقي بلايس، يلقي حاجات القديمة يلقاها موجودة بيه. يعني أنا كهربائي مرتين ثلاثة لقيت شاكوش مال الحفر القديم القديم كلش، في حين ما ألقاه بالمحلات أو بالأسواق الحالية ما ألقاه. فالسوق يمثل لنا يعني تراثنا، أو شو تريد تقول، يعني حاجات قديمة نلقاها به. وبعدين هو بنص البيوت، يعني ما ممكن الناس ما تشوفه. ولهذا السوق تأثير في نفوس أهالي بابل الأصليين، بما في داخل أروقته من ذكريات مرتبطة بالماضي الجميل. ولأن هذا الشارع مر عليه شخصيات بارزة في العراق، لذلك يبقى بصمة واضحة في ذاكرة الحليين. هذا كان بالخمسينات كله مبلط، قاعدين كلهم من هنا شخصيات، وفات من هنا حتى ملك غازي، ومن هنا بيت الماشطة، عبد الكريم الماشطة كان هو المسؤول هنا. هذا عبد الكريم الماشطة كان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بسنة الأربعينات، حتى هو هنا بيته. وهذا البيت كله مال الرزوق الصالح، هذا أكبر قصر كان، كانوا يجون من هنا حتى العزيات الدقبي من هنا، وهذا من هنا كله مبلط، هذا من هنا كله ساقي، احنا كنا جهال نجي نلعب هنا. قلت لك حتى ملك غازي فات من هنا. زين شنو هسه، شنو الاهمال اللي وصلنا؟ الاهمال غير البلديه، نشوف ما حد يمر. كان البلديه قبل، ها اذا مطرت الدنيا راسنا يطلعون البلديه والعمال والتنظيف، كلها تنظف، والمراقبين كلهم يطلعون. هسه ما واحد طلع، ما اجى واحد فات من هنا ابدا، ولا حد له شغله. أبسط شيء أي كتب هسه مال ابتدائية، مثلا كتب ما تعطيها المدرسة، أو ما موجودة بالأسواق، أو ما موجودة بالمكتبات العامة، تلقاها مثلا عندهم موجودة. مثلا كتاب حسن وريم، مرة أنا كنت أخذ كتاب حسن وريم مال ثاني ابتدائي، أول ما لقيت إلا بسوق الحطابات مثلا. هواي شغلات قديمة شو تريد موجود به. سؤال، من تدخل السوق أي تخيل نفسك أن ترجع لأيام الطفولة؟ أي أرتاح نفسيا، طبعا نفسيا أرتاح،
نفسيا ارتاح، والمحلات القديمة اللي كنت أمر بها أيضا أمر بها، حتى لو خرايب أمر بها. يعني هو دياري وإن جهرت علي عزيزة قومي وإن ذلوا علي كرام، يعني منطقتي وولايتي وسوقي أحبها كلش، حتى لو كان قديم، حتى لو بس الجذوع. فعلا هسه مكانات بها بس الخرايب بها، بس أرتاح أشوفها أرتاح، يعني ما أرتاح مثل ما أشوف بناية 10 طوابق، ما أعرف السر شنو ما أعرفه، يعني سر رباني ما أعرف. أسواق قديمة يحيطها عبق الماضي، على الرغم من الإهمال الذي يغطيها، إلا إنها تبقى عالقة في أذهان كل الحليين. لبرنامج صباح سامراء، سجاد الخفاجي، محافظة بابل.